النشرة المسائية المفصلة نقدمها لكم من تلفزيون لبنان. مساء الخير. انخفاض نسبي في عدد الإصابات مقابل استمرار رقم الوفيات مرتفعا مع تسجيل أعلى رقم وهو 98 حالة وفاة اليوم. هذا ببساطة التقييم الأولي لفترة الإقفال العام التي تنهي الأحد المقبل يومها الأخير، على أن يدخل البلد بدءا من الاثنين المقبل مرحلة الفتح التدريجي وعلى أربع مراحل وفق ما انتهت إليه اجتماعات السراي الحكومي طوال اليوم، علما أن مختلف المرجعيات الطبية أوصت بتمديد الإقفال أسبوعا إضافيا على الأقل لتثبيت المكاسب التي حققها الإقفال. وفي أي حال فإن اللبنانيين استبقوا القرار الرسمي وفتحوا البلد على حساب، فمن يرى زحمة السيارات في الأيام الأخيرة لا سيما عند مداخل العاصمة يتيقن بأن قرار الإقفال جرى خرقه على نطاق واسع وعلى مرأى من المعنيين. ومن الواضح أنه ليست أرقام الإصابات وحدها التي حدت بلجنة كورونا الوزارية لاتخاذ هكذا قرار، بل الرهان على قرب وصول اللقاحات التي سمح باستيرادها والتي أضيف إلى لائحتها بشكل طارئ اليوم لقاح سبوتنيك في الروسي إثر إعلان موسكو عن تقديم هبة قوامها 200,000 لقاح للبنان لينافس لقاح فايزر الأمريكي، كما يبدو أن نظيرهما الصيني سينوفارم ليس ببعيد. وفي السياق ينتظر لبنان هبة أخرى تشمل لقاحات للقوى العسكرية والأمنية. السباق الروسي الأمريكي الصيني لا يقتصر على لقاحات كورونا، وإنما تجلى اليوم على المستوى الاستراتيجي من خلال تنديد الكرملين بخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي أعلن فيه أن أمريكا عائدة إلى الساحة الدولية لمواجهة الأفعال الروسية والمطامع الصينية. البداية من حصيلة اجتماعات السراي وقرار إعادة فتح البلد تدريجيا، كل التفاصيل مباشرة من السراي الحكومي مع الزميلة ريمان داو. مساء الخير ريمان. طبعا كنا قد استمعنا منذ قليل إلى تصريح وزير الصحة ووزير الداخلية، هل لك أن تطلعينا يعني نتيجة أو باختصار اليوم حصيلة اجتماعات اليوم؟ نعم ابتسام، هو يمكن القول وكما اختصره بكل وضوح وزير الصحة أننا ذاهبون إلى مرحلة تخفيف الإقفال تدريجيا وليس فتح البلد تدريجيا، أي أن موضوع الإقفال العام مستمر خلال على الأقل الأسبوعين المقبلين بالوتيرة نفسها، لكن مع بعض الاستثناءات القليلة التي سيصدرها وزير الداخلية خلال ساعتين، وهي كما بات معروفا ستشمل موضوع المصانع المتعلقة بالمواد الغذائية والطبية والزراعية وأيضا بالمواد الطبية كمرحلة أولى، أو هذه المراحل ستكون على مدى كل أسبوع، سيكون هناك مرحلتين على مدى أربعة مراحل. طبعا كل مرحلة ستكون خلال 15 يوما، ولكن تحديد استمرار هذه المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة ثانية سيكون طبعا وفقا لأعداد الإصابات. الأهم أيضا ما ذكر وزير الصحة أن نحن ذاهبون بالتوازي بين خطة رفع الإقفال تدريجيا مع وصول اللقاحات التي يفترض بمنتصف هذا الشهر أنه تبلش. حكى وزير الصحة عن معايير الوباء مقلقة، كما ذكرت بالمقدمة عن 98 حالة وفاة اليوم. حكى أيضا أنه اليوم تم إقرار خطة اللجنة الوطنية لموضوع كورونا، بإضافة إلى لقاح فايزر عندنا الأسترازينيكا، عندنا اللقاح الروسي واللقاح الصيني اللي سيصلون تدريجيا إلى لبنان. أيضا في خطة لزيادة عدد الأسرة 60 سرير إضافي سيتم إضافتهم إلى المستشفيات الخاصة، وخصوصا 60 سرير عناية فائقة. وعلى المواطنين قال وزير الصحة ممن يتعرضون لأي مشكلة بتقديم شكوى، وسيكون هناك تعاون مع ذلك مع وزارة العدل. أيضا سيكون هناك رفع عديد فحوصات البي سي آر بعدد كبير من المناطق، هذا بما يتعلق بالاستعداد الصحي. أما بما يتعلق بإجراءات وزارة الداخلية فكما ذكرنا خلال ساعتين سيتم صدور تعميم عن المرحلة المقبلة، كما بيت معروف هذه
المرحلة ستشمل السوبر ماركت وصالونات الأفران، ولكن ستستمر العمل بالمنصة الإلكترونية بالحصول على أذونات مسبقة بالذهاب إلى السوبر ماركت. هناك أمور تقنية يتم دراستها بتنظيم هذه العملية كي لا يكون هناك فوضى، أولا بالحصول على أذونات تحت حجة السوبر ماركت أو حتى المصارف، وثانيا بموضوع القدرة الاستيعابية لهذه المصارف ولهذه السوبر ماركت، لأنه قد يتوقع أنه عندما يتم إعادة فتح هذه السوبر ماركت أن يكون في عدد كبير من الناس سيقصدون السوبر ماركت للتبضع أو للمصارف لإتمام بعض المعاملات، وهناك سيتم الحديث عن قدرة استيعابية ومواعيد فتح وإغلاق محددة، طبعا مع استمرار الحواجز الأمنية بكل المناطق اللبنانية لضبط ذلك. إذن خطة الإقفال، خطة الفتح التدريجي خلينا على هذا الوضع، ستعلن خلال ساعتين عبر وزارة الداخلية لخلال أسبوعين، أما المراحل اللاحقة تحدد كل أسبوعين، تحدد المرحلة اللي وراها. ابتسام. نعم، شكرا لكريمان على هذه التفاصيل. الفاتورة الاستشفائية نحو ارتفاع، والدولار الصحي يهدد صحة المواطن، ورئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي يدعو إلى حوار مع المؤسسات الضامنة. الفاتورة الاستشفائية إلى ارتفاع، هذا ما كان ينقص اللبناني، فبالإضافة إلى الدولار الطلابي اليوم نسمع بالدولار الصحي. فما صحة هذا الكلام أمام الواقع الصحي المرير الذي نعيشه أصلاً؟ وهل من خطة لمواجهة ارتفاع الفاتورة الاستشفائية قبل استفحالها بصحة المواطن التي صارت على المحك؟ رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي يؤكد أن المستشفيات بدأت فعلاً بتطبيق الدولار الصحي، هذا ما تعكسه فروقات فواتير الاستشفاء للمضمونين والتي باتت تقاس بملايين الليرات، على عكس ما كانت عليه مع دولار 1500 ليرة. وبعدنا عم نتابع الموضوع هذا، الحجة أنه الدولة عم تدفع 85% من أسعار الدواء مدعوم، 15% فريش ماني لازم المستورد أو الصيدلي أو المستشفى لما بدها تشتري من المستورد بدها تدفع حقه، فعشان هيك سعروا فوترة الدواء على 3900 بعض المستشفيات، أنا متهيألي مش البعض، معظم المستشفيات بلشت تعتمد هذا القرار. أسبوع مر على إنذارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستشفيات وفسخ العقود مع بعضها لعدم التزامها بالتعريفات المحددة، وآخرها فسخ عقدي الضمان مع مستشفى فؤاد خوري وكليمنسو الطبي، وحتى الآن لا يبدو أن الجهات الضامنة مستعدة لتغطية هذه الفروقات. وحقيقة المفروض يعني المؤسسات الضامنة يكون لها يعني كلمة بالموضوع هذا، لأنه هذا حيزيد الفواتير كتير على المرضى، والمريض بده يصير يدفع الفرق من جيبته هو. يعني المؤسسات الضامنة مش مبين عليه أنه بده تدفع، لا الضمان ولا الوزارة ولا المؤسسات العسكرية الضامنة ولا التعاملية، لأنه ما بتهيألي عندهم القدرة المادية هلا يقدر يدفعوا هالفروقات هيدي، مشان هيك الفروقات حيدفع المريض، مشان هيك لازم يصير في تدخل سريع من المؤسسات الضامنة لوضع حد لهالقصة هيدي، ولازم كل المعنية بالقطاع الطبي والاستشفائي يعني والدواء مفروض يعني نعمل هيك طاولة حوار. وأنا يعني الفترة القريبة إن شاء الله بدي كرئيس لجنة الصحة بدي أدعي كل المؤسسات هيدي الضامنة، مع طبعا وجود وزارة الصحة والضمان الاجتماعي والتعاونية، لنشوف لنلاقي حل. إذن أزمة مستجدة من حيث الفاتورة الاستشفائية، وقديمة من حيث أنه كالعادة يتحمل وزرها المواطن، ومع اشتداد أزمة استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية المربوطة بدولارين الرسمي والسوق الموازية وفق آلية مصرف لبنان، المستشفيات بدأت بتحصين نفسها من الأزمة، فكان العلاج بتدفيع المواطن المزيد والمزيد من جيبه ثمن الحلول ومصالحها في الوقت المتقطع الباقي، إلى حين توصل الجهات المعنية إلى حل فعلي. أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن اللقاحات المتداولة في السوق العالمية أظهرت قدرتها بشكل كبير على تخفيف خطر الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وخلقت لديهم المناعة وانخفضت نسبة العناية الاستشفائية والوفيات إلى ما يزيد عن 90%. اللقاحات المتداولة بالسوق العالمية ضد فيروس كورونا، فايزر، موديرنا، أسترازينيكا، سبوتنينغ وغيرها،
أظهرت قدرتها بشكل كبير على تخفيف خطر الإصابات بحالات المرض القاسي والخطيرة بأمريكا وأوروبا، وخلقت مناعة عند الأشخاص اللي حصلوا عليها على ما يزيد عن 90%، كما وأنه نسبة العناية الاستشفائية والوفيات تدنت كتير. أما القرائن اللي عم بيقدموها عنا المعترضين على إعطاء اللقاح بالإعلام لا تستند إلى معطيات علمية ولا خيار علاجي وعلمي لنا ولا خلاص إلا باللقاح. الجدير بالذكر كمان أنه التأخير بإعطاء اللقاح سيؤدي إلى متحولات جديدة للفيروس قد لا تتأثر كليا باللقاح وتوضي بنا إلى ما لا يحمد عقباه. لذلك من الضروري جدا إعطاء اللقاح في أقرب وقت ممكن ولأكبر عدد ممكن من الناس حتى نحصل على مناعة مجتمعية تفوق 80% وبتخفض نسبة المرضى والمضاعفات والوفيات ونعود تدريجيا إلى حياتنا الطبيعية. علينا بدون شك بهالأثناء الالتزام بالتدابير الوقائية، ومنشكر وسائل الإعلام على دور التوعية اللي عم بتقوم فيه، ولكن نتمنى بذات الوقت عليها عدم نشر أي أخبار حول اللقاح إلا عبر اختصاصيين بنقابة الأطباء أو اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا والمصادر العلمية الموثوقة. رئيس الجامعة اللبنانية أكد لتلفزيون لبنان أنه فور توفر اللقاح سيتم تطعيم كل أفراد الجامعة من دون استثناء، وخلال شهر ونصف الشهر من عملية التلقيح ستعاود الجامعة تدريسها التطبيقي، مؤكدا أن الجامعة اللبنانية هي من ستدفع ثمن اللقاح عبر ما وفرته مختبراتها جراء فحوص البي سي آر. شكلت لجنة بقلب الجامعة اللبنانية بالإدارة المركزية الحقيقة للعمل على توريد وحفظ وإعطاء اللقاح وبكيفية إعطائه لأهل الجامعة. هون عم بحكي عن الأساتذة الموظفين والطلاب على مرحلتين بشكل صحي وصحيح. والحقيقة أكثر لقاح بناسبنا هو اللقاح اللي ممكن حفظه ونقله بدرجة حرارة مناسبة، مثل اللقاحات الاعتيادية اللي ما بتحتاج أكثر من حرارة من 2 إلى 8 درجات. ولكن نحن رح نشتري هاللقاح هيدا بنتيجة الوفر الحاصل والناتج عن الفحوص اللي بنعملها، فحوص البي سي آر اللي عم نعملها بالجامعة اللبنانية بمختبراتها. الكليات الطبية الصحية أكيد بدنا نبلش فيهم، لأنه هني أصلاً اللي بدوا يكملوا بعملية إعطاء اللقاح. فمشان هيك نحن بدنا نحاول خلال شهر نكون انتهينا من إعطاء اللقاح لكل أهل الجامعة، وبعد منها أكيد على اليوم 21 منبلش بشكل تدريجي مثل ما أخذوا بنفس السياق نعطي الجرعة الثانية. وهيك باعتقادي ممكن خلال شهر ونص إنه نرجع على الجامعة كليتنا سوا. ونحن هذا اللقاح برجع بكرر مش هو منن اللقاحات اللي عم بيجوا لوزارة الصحة ضمن إطار المخطط التوجيهي تاعها، إنما نحن عمال نشتريهم من خلال وزارة الصحة، ولكن بشكل خلينا نقول موازي للعملية اللي عم بتقوم فيها وزارة الصحة حاليا. وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص على السماح بإصدار إذن طارئ EUA للقاح سبوتنيك في على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز. في الصفحة الطبية يمكن للمصاب بكوفيد 19 الخضوع لعملية جراحية طارئة إذا لم تكن عليه عوارض شديدة، بحسب ما أشار لتلفزيون لبنان الدكتور سليم مغامس الإخصائي في الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي.
يستطيع أي شخص مصاب بكوفيد 19 الخضوع لعملية جراحية طارئة إذا لم يكن يشعر بعوارض شديدة مثل ضيق التنفس والحرارة المرتفعة، فيمكث قرابة 24 ساعة فقط في المستشفى، وفق ما أكد الدكتور سليم مغامس الأخصائي في الجراحة العامة والجهاز الهضمي. هلا فينا نعمل كمان بكوفيد بدون عوارض الكوفيد 19، فينا نعمل جراحة اليوم الواحد مثل ما بتعرفوا، جراحة صغيرة، جراحة أورام صغيرة، بطريقة إنه يبقى 24 ساعة ما يتخطاها المريض بقلب المستشفى، حتى ما يصير في كومبليكاسيون. وبالنسبة لجراحة الجهاز الهضمي، طبعا المريض الكوفيد 19 المعروف إذا ما في عنده عوارض طبعا في فوت على غرف العمليات، وإذا بحيلة طارئة عنده عقدة نصران تناسب، عنده زايدة ملتهبة بدون عوارض سابقة للكوفيد 19، فينا نعمل له عملية ببطنه، فينا نعمل له عملية جراحة عامة مثلا زايدة مفجورة، هذه بتنعمل للمريض. وللتقييم أهمية استثنائية في مرحلة كوفيد 19 يقول الدكتور مغامس. بالنسبة للتقييم بعد العملية بدون ياخذوا احتياطاتهم، يعقموا فريق المختص بالتقييم هو فريق التخدير، بعد ما تخلص العملية والحكيم المخدر هو بده يتابع المريض من أول ما يبلش العملية حتى نهاية العملية، ويهتم بعدين يعطي تعليماته للفريق اللي بيهتم بالتعقيم. هيدا كل شيء بما يخص الجهاز الهضمي. بعد القليعة التي فقدت شقيقين من أبنائها، استفاقت اليوم بلدة الخرايب على خبر وفاة الشاب محمود علي الدر إثر مضاعفات بسبب فيروس كورونا. هذا وكان شقيقه ساجد قد توفي منذ أشهر قليلة، وهو الأخ الأكبر لمحمود أيضا بسبب مضاعفات كورونا. فريق وزارة الصحة يداهم مستودعي أدوية في بيروت، وتأكيد أن الأدوية متوفرة وتحقيقات مستمرة لمتابعة تهريب الأدوية إلى أفريقيا. صدق أو لا تصدق، فيما اللبناني يتنقل من صيدلية إلى أخرى بحثا عن حبة دواء وتحديدا البنادول، ها هي الصناديق والعلب مكدسة في مستودعات الشركات المستوردة للأدوية. فريق وزارة الصحة برئاسة مدير عام الوزارة فادي سنان وبمشاركة النيابة العامة المالية والأجهزة الأمنية داهموا مستودع الأدوية ساتكو في بيروت، حيث عثروا على كميات مخزنة من الدواء، وأكد بنتيجتها سنان أن الدواء متوفر وأن لا داعي لهلع المواطنين لتخزين الأدوية، وأن رفع الدعم لن يطال الأدوية الأمراض المزمنة والأساسية للمواطن. نتمنى من كل الناس وقت يروحوا على أي صيدلية ياخدوا الدواء اللي هني طالبينه بالسعر الرسمي الموجود عليه، ما يقبلوا أي ساشي أو أي جزء من الدواء. الأدوية متوفرة، أي غلط بيصير بنتمنى من كل المواطنين الاتصال فورا بوزارة الصحة. وإلى مستودع أومني فارم في منطقة بدارو الذي يملك أدوية تم تهريبها إلى أفريقيا، كان تأكيد من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العدل باستكمال التحقيقات اللازمة بالأدوية التي تم تهريبها إلى أفريقيا والتي تتجاوز الاستعمال الشخصي المسموح به. طلعنا بالوزارة قرار يمنع منعاً باتاً أنه الشخص يأخذ معه الأدوية المدعومة إلا لكمية لا تتجاوز الشهر، وأن لا تتجاوز كمان 3 علب بالشهر. جينا على المستودع، عملنا تفتيش بقلب المستودع، رقبنا الباتش نمبر تبع هيدا الدواء التقى بالكونغو، وشفنا طريقة توزيعه اللي اكتشفناه أنه كانت التوزيع على هيدا الدواء اللي التقى بأفريقيا عادل، يعني بالتساوي على كل الصيدليات، مما بخلينا نقول ما بدنا نستبق التحقيق انه هيدا الشخص عم بلف على كذا صيدليه بلبنان، عم بيجمع الكميه وعم بياخذها معه بهالكميه لبرا. وزاره الصحه ذكرت المواطنين بحاله تعرض لاي مشكله في المستشفيات او في الصيدليات بالاتصال على الارقام الساخنه الموضوعه لهذه الغايه.
أحييكم مجددا. بعثة الاتحاد الأوروبي دعت السلطات اللبنانية إلى الشروع في التحقيق في اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم وتقديم المرتكبين إلى العدالة. أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانا مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيروت، أعلنت فيها أنها تشعر بالصدمة والحزن الشديد من جراء اغتيال المفكر والناشط السياسي البارز لقمان سليم الذي وجد مقتولا، ودعت السلطات اللبنانية إلى الشروع في التحقيق فورا وتقديم المرتكبين إلى العدالة. وقالت في بيان: يتلازم هذا اليوم مع ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت في 4 آب. يستحق الشعب اللبناني أن يعرف ما جرى منذ نصف عام، كما يستحق العدالة والمحاسبة في أسرع ما يمكن. ونحن نواصل دعوتنا السلطات اللبنانية احترام التزامها بإنجاز تحقيق محايد وموثوق وشفاف ومستقل. وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي كرر تركيزه على الحاجة الماسة إلى بناء الدولة وتعزيز المؤسسات لضمان استقلال القضاء وتوفير سيادة القانون وتلبية الطموح المشروع الذي عبر عنه الشعب اللبناني بسلمية. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعمه للذين يدافعون عن القيم الديمقراطية الأساسية وحقوق الإنسان. عملية التلقيح ضد وباء كورونا التي سيشهدها لبنان فور وصول اللقاحات من الخارج وضرورة تنظيمها وإقامة مراكز نموذجية للتلقيح في المناطق اللبنانية كافة، عرضها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة مع الوزير السابق يعقوب الصراف، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة عكار الإنمائية. أبرك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاطي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معزيا بوفاة الدبلوماسي التركي تيمور غوكسيل الذي عمل ناطقا رسميا باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب. كما أبرك جنبلاطي للغاية نفسها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكد أن تأمين الاستقرار في الجنوب هو أمر شديد الأهمية بكل المقاييس بالنسبة إلى لبنان والشرق الأوسط، كما أن اليونيفيل تمتلك القدرة على تحمل تلك المسؤولية الضخمة. اعتبر لقاء الجمهورية أن تصفية الناشط السياسي لقمان سليم تدل على عدم اعتبار القتل لوجود دولة قادرة على حماية مواطنيها من خلال بسط سلطتها على كامل أراضيها والعمل على استحداث برامج حماية أسوة بالدول الراقية، ونبه من تداعيات تمييع التحقيق مشددا على مسؤولية السلطة والأجهزة الأمنية في كشف كل ملابسات الجريمة ومحاكمة من خطط وأمر ونفذ. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شدد على أن ليس لإيران أي علاقة بقرارات حزب الله في ملف تشكيل الحكومة، وحزب الله في لبنان يعمل لتشكيل الحكومة ويريدها دون أن يكون لأي أحد علاقة بموقفه في الملف الحكومي، مشيرا إلى أنه بعد الانتخابات الأمريكية الواضح أن المشكلة الداخلية في لبنان هي الأصل في معالجة تشكيل الحكومة. وأضاف إن حزب الله يوافق على الحكومة التي يتم التوافق على تشكيلها بين رئيس الجمهورية والحكومة. اجتازت قوة مشاة إسرائيلية متمركزة عند الحدود مع لبنان في محلة كروم شراقي في ميس الجبل الخط التقني الحدودي مع لبنان، وقامت بعملية مسح للمنطقة من دون اختراق الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة. في المقابل سجل استنفار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجانب اللبناني منعا لحصول أي طارئ. وزيرة الإعلام منال عبد الصمد شكرت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعيه من أجل الدفع إلى تشكيل الحكومة، كما شكرت فرنسا لمساعدتها الإنسانية التي قدمتها بعد انفجار بيروت. الوزيرة عبد الصمد تطرقت خلال لقائها السفيرة الفرنسية آن غريو إلى تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والسفارة الفرنسية على صعيد الإعلام الفرنكوفوني. بعد اجتماعه مع النقابات الزراعية للحمضيات، أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أنه خدمة للبنان والمزارعين والمواطن المستهلك معا تم التوصل إلى حل، وهو السماح بتصدير الحمضيات ولكن بكميات محددة. طويل نحن والنقابات الزراعية توصلنا لحل، حتى نحن بنعرف أنه الحل توصلنا له بسبب حوار طويل مع المزارعين،
وهو أنه نحن نسمح بالتصدير ولكن بكميات محددة وفقاً بالسنوات الماضية وفق إجازات بتصدر من وزارة الزراعة حتى نحدد الكميات، وهذه الطريقة نحن منكون عم نوفر المنتج بالأسواق اللبنانية بالأسعار المقبولة، وأيضاً منكون عم نحمي المزارع أنه الفائض بالإنتاج حتى يكون عم بيصدره. ولكن ما حتكون من اليوم وصاعداً الكميات هي مفتوحة للتصدير. نتمنى أنه الإجازات اللي بدها تصدر ما تسبب عائق للتصدير، بيصير المشغل بيعطل يومين وبيشتغل ثلاثة وبيعطل أربعة وبيشتغل يوم. نتمنى من معالي يعني هالإجازات تكون مستمرة حتى المشغل يضل مستمر للآخر. دعما للإنتاج الوطني، الفقرة الصناعية تلقي الضوء على صناعة الفيس شيلد. مع بداية أزمة الكوفيد 19 بلبنان، قرر معالي الوزير عبود أنه جي بي آي لازم تساهم من خلال صناعتها الصناعة اللبنانية بإنتاج الفيس شيلد. صمم فريق الإنتاج القالب ونفذه، وبلشنا الإنتاج والتوزيع بلبنان وأوروبا وأمريكا ابتداء من شهر 4/2020. هو مصنوع من مادة البي اي تي، المادة اللي ممكن إعادة تدويرها ريسايكلبل، وهي فود سيف من دون أي مواد تانية مما يجعل تدويرها سهل. تم إنتاج الفيس شيلد مع مراعاة المواصفات العالمية للإيو اي تابعة للإف تي اي. الفيس شيلد بيحمي العينين، بيغطي كامل الوجه تحت الدقن وعلى حدود الدينين. متكرر الاستعمال ممكن تعقيمه بسهولة وبيبين تعابير الوجه. وهيك حسب الدراسات العلمية منكون نحن خففنا من انتشار الرذاذ اللي بيسبب الكوفيد 19. أما المشاكل اللي بنواجهها بلبنان هي مش الكلفة العالية جدا للشحن وتخليص البضائع، إن كان من ناحية الاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى مشكلة الإقفال العشوائية اللي طالت حتى مصانع إنتاج علب توضيب المأكولات، كما أنه ارتفاع الدولار بالسوق السوداء واضطرارنا لاستيراد المواد الخام والقطع بالعمل الأجنبية يلي هي غير متوفرة بالمصارف اللبنانية. والآن للصفحة الاقتصادية مع ندى الحوت. قرار 893 يلي بيحكي عن تسجيل العمليات بالقيمة الفعلية، فينا نحكي بالتفصيل أكثر عن هالموضوع؟ قرار 893 إجا اليوم ليعمل عملية تنظيم السجلات الحسابية بعد تعددية سعر الصرف من سعر رسمي لسعر منصة لسعر سوق. نعم. اليوم التجار كلياتها أو العمليات القيود بطل فيه، صار فيه إرباك. كيف بدها تسجل العملية لإظهار عمليات التجارية بشكل صحيح؟ عم بصير شراء من السعر الصرف من السوق للدولارات اللي يحولوهم لبرا، هذه العملية كيف بدها تسجل؟ نعم. تنظيمية لتسجيل هذه العمليات، وهي عملية تنظيمية بحت استرادا لمعايير محاسبة وضرورة بقى إعطاء كريتيريا للشركات كيف تضبط سجلاتها تجنبا لعدم اعتماد كل واحد طريقة على بلاقيها مناسبة. طيب والقرار 114 موضوع التفقة؟ لكن القرار 114 اليوم المادة 25 من قانون حماية المستهلك اللي عطت انه ضرورة اصدار الفواتير بالليرة اللبنانية للمستهلك اللبناني هذه القرار اجا تأكيد على قانون حماية المستهلك بالنسبة لإصدار الفواتير. ومثل ما شفت امبارح معالي وزير المالية كان عم بيحكي انه هو بهمه الفاتورة تطلع بالليرة اللبنانية بميلي، قال انه اتفق على الالف وخمس انه على سعر الرسمي، وميلي تاني قال انا ما بهمني غير انها تطلع الفاتورة بالليرة اللبنانية بغض النظر كيف عملية الاحتساب. طب منطقي هيدا الموضوع برأيك؟ منطقي هيدا الموضوع برأيك؟ هي اليوم هو اليوم اللي عم بيصير نتيجة برجع بقول تعدديات سعر الصرف،
الإدارات كلياتها عم تفكر كيف بس تضمن عملية تحصيل الضرائب من جهة. نعم. من جهة تانية حماية المستهلك بميلة من الميلات، لأنه اليوم في للأسف بعض المؤسسات عم تيجي بتحصل تبقى على الريت العالي على سعر الدولار الموازي لسعر السوق. نعم. وبتورد للدولة على 1500. من هون إجا القرار أنه وزارة المالية عم تقول خي طلعوا الفاتورة بالليرة اللبنانية شكلها بأي قيمة اعتمدت حيكون التبقى محصلة على أساس القيمة الفعلية اللي مسجلة بالليرة اللبنانية للفاتورة ومعادلة 11% كتبقى. هذا أكيد لح يزيد من عبء على المكلفين أو عبء على المواطن. وعلى المواطن كمان. عم جاوبك، عبء على المواطن. هذا العبء اللي حيزيد على المواطن هلا. بكل أمانة هذا أوريدي بلش نتيجة التضخم اللي عم بيتسارع بشكل سريع جدا، وبنفس الوقت عم ما في تاجر حيحصل التفاقة على طريقة انه والله او يدفعها من جيبته، بده يحصلها من المواطن ومن كاهل المواطن. في أخبارنا العربية والدولية، منتدى الحوار الليبي ينتخب سلطة تنفيذية جديدة مع فوز قائمة المنفي دبيبي. أعلن منتدى الحوار الليبي بقيادة الأمم المتحدة فوز محمد يونس المنفي برئاسة للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبي رئيسا للوزراء، وفازت قائمتهما ب 39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي بشاغة لمنصب رئيس الوزراء. واعتبرت ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة عن الأمم المتحدة أن هذه الانتخابات لحظة تاريخية، ويشكل هذا التصويت الذي تجيه في سويسرا الأمم المتحدة المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي. وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية تعهدوا خطيا بالتزام خارطة الطريق المتفق عليها في تونس وإجراء انتخابات يوم 24 من كانون الأول من العام الجاري، كما يتعين عليهم التزام نتائج التصويت التي سيجريها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على ألا يقل تمثيل النساء عن 30% من المناصب القيادية في الحكومة. بايدن يبشر بعهد أمريكي جديد. أمريكا عادت على الساحة العالمية، سنواجه المطامح الصينية والأفعال الروسية، سنقف إلى جانب حلفائنا وسنوقف الدعم عن الحملة العسكرية على اليمن. الإدارة الأمريكية الجديدة تعيد توجيه بوصلة سياساتها الخارجية فيما يمكن وصفه بالعهد الأمريكي الجديد، وفي أولى ملامح السياسة الخارجية القوية لواشنطن وفق ما بشر به الرئيس الأمريكي جو بايدن في أولى كلماته الدبلوماسية، أمريكا عادت على الساحة العالمية، نحن بلد يأتي أفعالا كبرى، الدبلوماسية الأمريكية تنجح في هذا، وإدارتنا على أهبة الاستعداد لحمل الشعلة وتولي القيادة من جديد. بايدن وجه سهامه في اتجاهات عدة، بداية من إعلانه ضرورة أن تواجه القيادة الأمريكية تزايد النزعة السلطوية وتنامي مطامح الصين بالقول سنتصدى لانتهاكات الصين الاقتصادية وسنواجه عملها القهري الشرس على مواصلة الهجوم على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والأحكام العالمية، وتابع لكننا مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون هذا في مصلحة أمريكا، مروراً بإشارته إلى وجوب فرملة عزم روسيا على الإضرار بديمقراطيتنا وإفسادها وفق قوله، وصولاً إلى التوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرةً فيما يشبه التحدي بالقول أوضحت للرئيس بوتين بأسلوب شديد الاختلاف عن سلفي أن أيام صمت الولايات المتحدة أمام أعمال روسيا العدائية وتدخلها في انتخاباتنا وهجماتها الإلكترونية وتسميم مواطنيها
قد ولت. وفي ملفات المنطقة أعلن بايدن وقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، مع الإشارة إلى أن اختيار بايدن لوزارة الخارجية كما كان لإلقاء أول كلمة دبلوماسية رئيسية دلالة كبيرة على الأهمية التي يليها للدبلوماسيين. وقال: التحالفات الأمريكية هي أهم بند في رأسمالنا، والقيادة من خلال الدبلوماسية تعني الوقوف جنبا إلى جنب مع حلفائنا. بعد نجاح أول عملية مزدوجة لزراعة وجه ويدين، البسمة تعود إلى وجه الشاب الأمريكي جو ديميو الذي كان قد تعرض لحادث سير بعد أن غلبه النعاس وهو يقود سيارته، ما أصابه بحروق بليغة وتشوهات في الوجه واليدين. شارك في إجراء العملية 140 طبيبا مختصا، إشارة إلى أن هذه العمليات نادرة وتمت تجربتها مرتين سابقا. والآن إلى الصفحة الرياضية مع داني حرب. قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا إن الرياضيين يمكنهم أخذ لقاحات كوفيد-19 دون خوف من انتهاك لوائح مكافحة المنشطات. وقال المدير التنفيذي لوادا الدكتور أوليفيير رابا إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المواد الموجودة في اللقاحات ستثير نتائج إيجابية عند اختبار الرياضيين. قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين العام المقبل ستكون مذهلة وستغير الرياضات الشتوية إلى الأبد. وفي خطاب بالفيديو قال باخ إن بكين التي ستصبح أول مدينة على الإطلاق تستضيف كل من الألعاب الصيفية والشتوية بعد استضافة أولمبياد بكين الصيف عام 2008 مستعدة لتقديم ألعاب رائعة. تم تحويل ملاعب كرة القدم في أستون فيلا إلى مركز تلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وتأمل مدينة بيرمنغهام تلقيح ما لا يقل عن 1500 شخص يوميا، لأن بريطانيا تقوم حاليا بتنفيذ برنامج تطعيم شامل، وقد تم إعطاء أكثر من 10 مليون شخص اللقاحات الأولى. تم تحذير نيك جيرجيوس من اللغة السيئة وحصل على نقطة سوداء لسلوكه غير الرياضي عندما خسر أمام الكرواتي بور، مع العلم أن جيرجيوس كان قد احتاج إلى تأكيد من مشرف البطولة بأنه لن يتم تغريمه من قبل لاعبي التنس المحترفين لسلوكه السيء مع الأسترالي هاري بوشير قبل خوض اللقاء مع تشوريتش. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.